ومباشرة نعود إلى خبر تتويج الهلال السعودي بلقب دوري أبطال آسيا، ولمعرفة المزيد حول الأجواء في المملكة العربية السعودية وعن هذا الفوز ينضم إلينا من الرياض الصحفي في صحيفة الرياضية السعودية الأستاذ فارس الفزي. مساء الخير ونرحب بك عبر قناة المملكة. يعني الهلال نجح بإنهاء العقدة وعودة هذه البطولة التي تعتبر عنيدة، عادت مرة أخرى إلى خزانة وتوج بطلا لدوري الأبطال، ماذا تقول عن هذا الإنجاز التاريخي؟ مساء النور أخوي، يسعدني شرفني أن أظهر في قناة المملكة الأردنية. هذا الإنجاز يعتبر إنجاز كبير، إنجاز حدث كبير جدا، خصوصا أن الرياضة السعودية كانت محتاجة مثل هذا الإنجاز. نعم. الرياضة السعودية منذ 2005 مبتعدة عن الإنجازات الخارجية سواء على سبيل الأندية أو المنتخبات، فلذلك هذا الإنجاز له فوائد عدة، يعني خصوصا نشوف ردة الفعل اليوم والأفراح التي كانت من كافة الشخصيات، من كافة الشعب، من كافة الميول، فرحة، يعني عشنا فرحة انتصار، فرحة وطن، يعني ممكن عنوان قصير لفرحة للفوز الهلال. نعم. اليوم فرحة وطن كان. نعم، يعني أطلعنا أكثر على أصداء هذا الانتصار والإنجاز في العاصمة الرياض، في الشوارع، في المقاهي، أينما كان. صارت حركة شعبية، حركة احتفالات، الشوارع يعني الآن أغلبها مزدحمة بجماهير الهلال، هناك الأماكن مثل البوليفار في أقاني هلال واحتفالات، تم الإعلان من هيئة الرياضة بحفل خاص ورسمي واستقبال رسمي من رئيس هيئة الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل لنادي الهلال، حيث يقام في ميدان الدرعية. تم الإعلان عن حفل تقيم هيئة الترفيه، أعلنوا معالي المستشار تركي آل الشيخ، سيقام الخميس المقبل بوجود أربع من أشهر المغنين الخليجيين. نعم. يعني هناك فرحة كبيرة للهلال، وهناك فرحة يعني كبيرة في هذا الإنجاز، ويعني الآن بأي مكان بتحصل العلم الهلالي، بتحصل التيشيرت الهلالي، بتحصل الأغاني الهلالية. نعم، نبارك لكم وأيضا للشعب السعودي هذا الإنجاز. أيضا ستحدث معك الآن فنيا، يعني طريق الهلال لم تكن بالطريقة السهلة في دوري الأبطال من دور المجموعات وصولا إلى الأدوار المتقدمة، كيف تقيم أداء الهلال بوصوله عبر الأدوار؟ وأيضا السؤال الثاني، كيف تقيم المحترفين؟ نتحدث عن جوفينكو وكاريلو وأيضا غوميز الذي حصل على لقبين شخصيين بعد التتويج في دوري الأبطال. مسيرة الهلال كانت متأرجحة، يعني خصوصا في دور المجموعات، دور المجموعات كان يقام في الموسم الماضي، فكان الهلال في الفترة الثانية من الموسم لم يكن في مستوى، فكان عنده هبوط حاد في الدوري وهبوط حاد أيضا في دور الأبطال، لكن استطاع في خط بطاقة التأهل، ولكن منذ الأدوار المتقدمة دور 16 يعني رأيناها أمام النادي الأهلي السعودي، فاز بنتيجة كبيرة من ثم أمام الاتحاد، تعادل ذهابا وانتصر، يعني وساعد الهلال أنه في الدور الـ 16 8 أنه واجه فرق سعودية، يعني فرق قريبة منه من المستوى، ثم رأيناه يتفنن ويبدع أمام السد القطري رغم عودة السد في مباراة الإياب. لكن طب اسمح لي أستاذ فارس بمقاطعتك، يعني نشاهد نقطة تحول لأداء الهلال كما تحدثت وكما تابعنا نحن، ما هي نقطة التحول؟ كيف تغير الهلال السعودي؟ الهلال تغير نقطة تحول أن الفريق تماسك بشكل أكبر، الاستقرار، المدرب يوشيسكو مدرب على مستوى عالي جدا، أضاف لمسته، الأجانب الرباعي الأجنبي كاريلو وغوميز وجوفينكو بالإضافة الكوريهيون، صار بينهم تماسك، صار في تشكيلة ثابتة لنادي الهلال، صار في تركيز تام لنادي الهلال على هذه البطولة، إن البطولة يعني أصبحت قريبة من نادي الهلال، لذلك صار في تركيز، صار في استفادة من الأخطاء التي وقع فيها الهلال في نهائي 2014 و2017. رأينا الهلال مثلا هذه المرة يذهب قبل النهائي بأسبوع، يبتعد عن الإعلام، يبتعد عن أمور عدة كانت أشياء سلبية تؤثر فيها، رأينا اللاعبين في تركيزهم داخل الملعب، اليوم شفنا أكثر من فرصة ضائعة على لعيبة الهلال، لكن لعيبة الهلال أصروا حتى سجلوا الهدف الأول والثاني. نعم. لذلك اختلف الهلال، أصبح لديه خبرة أكبر، تشبع أكبر، واستحق اليوم أن تحقيق هذا المنجز التاريخي.
طبعا ايضا لا ننسى ان نشيد باداء ايضا اللاعبين السعوديين سالم الدوسري، عبد الله عطيف، وايضا محمد كانو، ياسر شهراني، والعديد من اللاعبين. ابارك لكم، لاسره جماهير ونادي الهلال السعودي، وايضا لاخواننا واشقائنا في المملكه العربيه السعوديه هذا الانجاز، ونتمنى لكم ان شاء الله التوفيق في قادم البطولات. شكرا لك استاذ. ابارك انا اسمح لي ابارك لكل العرب هذا الانجاز. نعم اكيد، للعرب كلهم تحقيق هذا الانجاز، وباذن الله يعني هذه سنه العرب. راينا في نعم بطل افريقيا عربي، بطل كاس الاتحاد الافريقي عربي، بطل دوري ابطال اسيا عربي، بطل كاس الاتحاد الاسيوي عربي، بطل كاس امم افريقيا عربي، بطل كاس اسيا عربي. ان شاء الله العرب دوما من انتصار الى انتصار. ما شاء الله، يعني عم نشوف منطقه غرب اسيا تتالق في الاونه الاخيره، وايضا العرب في المنطقه، ولا ننسى ايضا منتخب الاولمبي المصري حصوله على البطوله الاسيويه او عفوا البطوله الافريقيه. بدي اشكر جزيل الشكر الاستاذ فارس الفزي الصحفي في صحيفة الرياضية السعودية. مبارك مرة أخرى وشكرا جزيلا لك.